عم رزق ازيك؟ الحمد لله سعادة الباشا. اخباره ايه؟ الحمد لله يا فندم زي الفل الحمد لله. حسونا ها؟ الحمد لله بحس. قول لي كده ايه اخباره النهارده ايه؟ الحمد لله سيادتك بصحة جيدة. انا باجي طبعا سيادتك الصبح بخش من باب المكان دول اتمم عليهم وادهم عليهم بس. عندك كام؟ عندك كام؟ عندي 4 امريكي حضرتك وعندي 2 روسي. الامريكي ايه بقى؟ الامريكي عندنا بكر وثلاث اناث. اللي هم اسمهم ايه؟ هاني وسماح وسميحة وسلوى. والروسي؟ والروسي حسونة وفارس. ده روسي؟ تفرق ايه بقى؟ طبعا سيادتك الفرق القوة والشراسة للدب الروسي. القوة والشراسة؟ تعال يا حبيبتي تعال 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 اتفرجي تعال يا حبيبي. القوة والشراسة للدب الروسي؟ للدب الروسي يعني عافي جدا وقوي جدا وشرس جدا فوق الخيال. بيخافوا يعني منه الامريكان؟ طبعا. والله؟ طبعا. يعني معاتهم في بيتهم وما بيخرجوش؟ لا يعني حضرتك هما مرسل لو عمل صوت جامد او حاجات زي كده ممكن هم يعني ايه يعني بيتخوفوا منه بمعنى اصح يعني. لان هم طبعا حجمهم اقل منه وطبعا هم ايه في الـ في الـ في القوه بتاعتهم او الشراسه بتاعتهم اهدى كتير من الدب الروسي. الاولاد الصغيره بيحبوه؟ طبعا يا فندم. ليه بقى؟ حضرتك طبعا هم الاطفال بيجي طبعا عشان يستمتعوا بحاجه كويسه قدام الحيوانات. مثلا ممكن الحارس يقول جمله حلوه مثلا حيوان يعمل حركه مثلا قدام الطفل مثلا الطفل يستمتع بيها. طبعا لازم نضحك مثلا في وش الزير عشان الزير حتى يبقى ماشي. طبعا عندي سؤال بقى. الناس قليله اليومين دول ولا الوباء؟ طبعا حضرتك في الناس كلها محتاج يعني كله بقى بيحطط الكمامات وطبعا الكحول والحاجات اللي زي كده كل واحد بيبقى ملتزم باللي يعني. وانت عامل كده؟ الحمد لله. طب ممكن بقى تخليه الشباب دول يتفرجوا عليه بقى اللي انت وفرقهم بقى؟ حاضر يا فندم. سلمي على رماس خدي بيديك للتمر رماس يلا ابتسام الرماس تاني لا ابتسامة حلوة عشان رماس يا مدام لا بدلع ايوه كده سلم عليها بقى السقفة الحلوة بريس بالكرش راسه من ورا من ورا من ورا من ورا من ورا من ورا ماشي فيها كده. قول لي بقى انت بتاكله من الساعة كام؟ هو لازم افطرهم الساعة 8 8 الصبح 8 الصبح احنا بنيجي 7 بفطرهم ايه بقى؟ بفطرهم لازم ياكل بليلة طبق بليلة بليلة بالعسل باللبن العسل باللبن حاجة كويسة في الجو اللي احنا فيه ده وزائد شاي اكله اكله زائد شاي بيشرب شاي بيشرب شاي مسكر ده انا مسكر طبعا بس ما بحطوش سكر بحط عسل اسود عسل اسود العسل الاسود حلو وممكن كمان ممكن ادفي له شط ميه بعسل الصبح تبقى حاجه كويسه هو كده زعلان هو كده فرحان فرحان ان وجبه البليله دي اساسيه في الموسم امال التاني بيخبط ليه التاني بيخبط بيند عليا بيقول انا عايز 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 يا سبحان الله يعني الشمبرتي ده حضرتك اقرب حاجه للبني ادم في كل حاجه في 94% من البني ادم في كل حاجه حركته في مشيته في حتى بيخبط بتقول لي هات تاني او تقول لي هات تاني لازم تديني اشاره دي اسمها ايه؟ دي اسمها انجي 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 دي عندها 21 سنه البرنس برضه عنده 21 سنه عندي كام شمبانزي؟ عندي 7 شمبانزات وانسان غلط عندي هنا دي انجي وعندي البرنس وعندي جوليا وعندي مشمش ولوزه ودودو واكبر واحد كوكو هنا كوكو هنا ده كوكو 96 اكبر واحد هنا موري 96 ده طبعا هو طبعا بيخلي الزوجه اكلت الاول هو المفروض هو ياكل الاول بس هو هي بتاكل هو بيعمل صوت ده عشان هو عايز ياكل بيقول لها انا عايز اكل حتى مشيت وهو جه هو عشان ياكل يعني هو دلوقتي جه عشان ياكل عشان ياكل وهي وسعت له هي وسعت له كويس قول لي بقى من ساعه لما كنتوا واقفين انتوا قعدتوا فتره قافلين كان الوضع ايه؟ كانوا هم زعلانين؟ زعلانين طبعا ان الزاير اهم حاجه الزاير هم بيحبوا الزوار هم بيحبوا الزوار؟ الزوار طبعا ان الزاير ده ركن اساسي حتى الزوار هنا بيجي اللي بيرمي له صباع موز اللي بيرمي له تفاحه حد هم بيحبوا الزوار يعني حضرتك الجنينه بينتعشوا مع الزوار طبعا الزاير ده حاجه اساسيه هم بيحبوا الزوار حتى بيشوفوا الزوار بيفرحوا يسقفوا يرقصوا يعملوا حركات بحيث الزاير يديهم اي اكل
لان هو دول حركات بيعملوها مقابل ان هو يديله موزه يديله تفاحه يديله اي حاجه. الزيارة ده ركن اساسي. لكن لما بيبقاش فيه زوار بيبقى الوضع صعب. صعب هو طبعا مفيش لازم عايزين هم يشوف حد كل يوم. صحيح بيكتئب الحيوان؟ بيزعل بيبقى زعلان طبعا لازم بيبقى زعلان جدا. هو بتخبطه كده بيقول لي انا عايز عايز ويسقف كمان اهو. سقف يا برنس سقف. سقفه كمان لا سقفه. هزه هزه من ورا هزه جامد. خد هزه بالكرش. لا مش دي مش دي هزه بالكرش. يا مش دي بالكرش بالكرش ايوه كده. سلم عليها يا برنس. خد بحب البليه جدا. في زوار حضرتك هنا يمكن كل اسبوع بتيجي للشمبانز والله زوار. يعني زبونه زوار بتاع هو اساسا بيحب الاطفال. بيحب يلعب مع الاطفال بيحب الاطفال يحب يرقص بالتالي الناس بتسقف له بالتالي ان هو يعني زي ما قلت لحضرتك اساسي اساسي ازاي. حتى بص اكتر حاجه بيبقى عليه لما الشمبانزي من الحركات اللي بيعملها. هذا جامد هذا جامد يلا حي 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 ي